أهلا بكم سيدتي وسادتي إلى عرضنا الرئيسي من الفضائية التشادية. حث اليوم وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي بايمديبي أعضاء الحكومة والإدارات المعنية بالدخل العام للبلاد، حثهم على المساهمة في تحسين الدخل المالي العام للدولة، وذلك من خلال العائدات المالية لكل وزارة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقد بالقصر الرئاسي حول العائدات المالية والدخل العام. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. الاجتماع الأسبوعي حول العائدات المالية ترأسه وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي بايمديبي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بالدخل ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني، وكذا عدد من المسؤولين ومدراء الأقسام المعنية بالدخل العام لمختلف الوزارات بالبلاد. ويهدف هذا اللقاء إلى تحسين قطاع المال وإنجاح الاقتصاد التشادي والدخل العام، حيث ناقش الوزراء والحاضرين مع وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الملفات المتعلقة بالعقبات التي تقف أمام الدخل العام. كالزيبي بايمديبي استمع على النشر المفصلة من الوزراء خاصة من قبل وزير المالية والميزانية حول الدخل القومي خلال الأسبوع الماضي، والذي مصدره الجباية والدخل الضريبي. كما طلب من الجميع المساهمة في تحسين الدخل المالي العام للدولة، وذلك من خلال العائدات المالية. وأخيرا قدم وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي بايمديبي توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس دابي إتنو حول تحسين الأمل في المالية خاصة الدخل والصرف جميع الأراضي الوطنية التشادية. عقب الاجتماع أكد وزير المالية والميزانية حامد طاهر أنجلي على ضرورة التزام وزارة المالية والميزانية في تحديد وزارة الدخل مع العمل وتوئية ورقابة مال الجبال القومية في تحسين الدخل، مضيفا بأن كل وزارة مكلفة بتحسين الدخل رغم أزمة كورونا التي ضرت بالاقتصاد والدخل العالمي. وفي سياق متصل، انتهجت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة طريقة حديثة لتأمين العائدات المالية، وذلك بمختلف المكاتب التابعة للإدارة. وحول هذه الطريقة الحديثة أعد لنا الزميل الحسين النور هذا التقرير. انتهجت الإدارة العامة للخدمات الجمركية والضرائب غير المباشرة طريقة حديثة لتأمين العائدات مغايرة للنظام التقليدي المعمول به سابقا، حيث تتميز هذه الطريقة الحديثة بدفع فواتير التخليص الجمركي في البنوك على حساب موحد للجمارك في كل مدن البلاد. استسمح هذه الطريقة معرفة العائدات التي تحققها الإدارة العامة للخدمات الجمركية وتفادي الرشاوة والاختلاس. النظام اختلف تماما، قدرنا بقينا نصف أو 80% كلها محوسبة، فبنقدر نعرف الدخل بتاع الدولة في خلال ثانية فقط، نضغط ذرة أو ذرتين بيظهر لنا الرصيد بتاع الدولة كلها، بنقدر نعرف منذ دخل الليلة كم دوبا دخل، السوري سعر دخل كم أو أنجمينا دخل كم، بنقدر نتحكم على السيارات التدخل في الدولة. كان زمان بيشتغلوا بالالبي نظام ليسي باسي، أي نظام ورقي، سيارات تدخل بالليسي باسي وتضيف في الطريق، أحيانا بنزلوها في بعض المدن وبيجيبوها بس يعني بشحنات متغيرة. فالآن أصبح كلها غالبة الحدود محوسب، فسيارة من ما تدخل في الحدود بينزل لنا هنا نحن في الشاشة، بنعرف إنه السيارة دي تابعة للتاجر كده وماشي ليه مخلص كده وماشي مدينة كده. وحسب المدير الفني المكلف بتسيير هذا النظام، فإن هذه الطريقة ستعمم في كل المكاتب المختلفة للجمارك حتى يتم العمل بطريقة نزيهة. قبل عام أو عامين كان 4 مدن فقط محوسبة، الآن أصبح لدينا 19 مدن محوسبة، فالمشروع لسه قائم إن شاء الله. من 23 ولاية بنحاول بقدر الإمكان قبل السنة تنتهي
على الأقل يكون زي 20 كده كلها محوسبة إن شاء الله. معلومات وتوجيهات مباشرة يتلقاها العاملون من الإدارة المركزية في حال حدوث أي أمر طارئ. كما هم رسولة كل هذا وذاك الذي تقوم به الإدارة العامة للخدمات الجمركية والضرائب غير المباشرة يهدف إلى فرض الشفافية في العمل ورصد العائدات في الخزينة العامة للدولة. استجوبت اليوم الجمعية الوطنية وزير العدل حامل أختام المكلف بحقوق الإنسان جمعة عربي لرد على سؤال شفهي طرح إليه من قبل النائب البرلماني ماتونغي بلغار حول أوضاع السجون وإدارتها، حيث كانت الجلسة تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي. تقرير محمود حسن سمو. لأجل حل المشكلات اليومية في السجون فقد جاء إنشاء هيئة خاصة لضباط السجون، ولذلك فقد تم تخريج المئات من ضباط السجون من المدرسة الوطنية للتدريب القضائي للقيام بمراقبة السجون، غير أنه رغم إصدار عدد من القوانين في عام 2016 و2017 التي تأمر بتوظيف هؤلاء الضباط إلا أنه لم يتم إدماجهم، فلذلك فقد استجوبت الجمعية الوطنية وزير العدل حامل أختام المكلف بحقوق الإنسان للرد على السؤال الذي طرح إليه من قبل النائب البرلماني ماتوينغيه بيلينغر حول هذا الموضوع المتعلق بحالة إدارة السجون. هذا وعقب إطلاق مناقشات الجلسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي، فقد قدم بعض النواب أسئلة مختلفة للوزير حول مختلف المشكلات اليومية التي تعيشها السجون والتي منها عدم إدماج هؤلاء الضباط في إدارة السجون. فحول هذا السؤال فقد أكد الوزير بأن توظيف هؤلاء الضباط سيكون عقب حل العقبات التي تقف أمام توظيفهم. ننصب كم رقم لإدارة السجون ده؟ ما لسه ما لقينا لهم خدمة، ما لقينا لهم بنادق، ممكن نكون مدرس يخدمونا، لكن للأسف في منزلنا ما لقينا بيكون نقوم بهم دول، نقدم للجندار والبوليسيين والجنانتين. وفيما يتعلق بعملية توظيفهم فقد أوضح الوزير بأن فني وزارة العدل ووزارة المالية سيعملون حول الملف الخاص بتوظيفهم في ميزانية عام 2021. التكنسيين هنا وزارة العدل مع وزارة الفنان والخدمة، أنا كان مديت فوق ودول المنسر الفنان والخدمة فوق، وإن شاء الله في سنة 2021 ده البروبليم انا اندمنيتي انا ريفرسيما انا الناس انا الانتراسيون كنتانسير ده بقى وشوف انتم ان شاء الله. تمتلك البلاد 43 سجنا ويقبع فيها حاليا اكثر من 13,000 سجين. استقبل صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي السفير امين ابا صديق بمكتبه استقبل على حدة الامين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد وممثلة التجمع الاقتصادي والنقدي لدول افريقيا المركزية. تفاصيل اوفى مع الزميل احمد ادم محمد. اللقاء الاول حظي به السفير محمد نوح الامين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد CBLT. لقاء ودي استغرق اكثر من نصف ساعة سمح لكبير الدبلوماسية التشادية السفير امين ابا صديق التعرف عن قرب سير عمل لجنة حوض بحيرة تشاد المؤسسة التي تعتبر تشاد عضوا اساسيا فيها وتستضيف مقرها. الأمين التنفيذي للجنة قدم لوزير الخارجية أطر التعاون التي تسير عليها المنظمة مع البلاد وسبل تعزيزها، خاصة أن المنطقة تواجه تحديات أمنية جسيمة كجماعة بوكو حرام والفيضانات التي ضربت دول الساحل في خريف هذا العام والتداعيات المستقبلية ما بعد جائحة كورونا. كما جاءت السيدة أنغربتنا أوجيمباي سوكاد ممثلة التجمع الاقتصادي النقدي لدول أفريقيا المركزية السماك بتشاد للقاء السفير أمين أبا صديق وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي في إطار الزيارات الأخوية. سوكاد قدمت تهانيها للوزير على هذا المنصب الذي يعتبر الواجهة الأكثر عملا بمنظمتها الإقليمية،
وأشارت إلى أن المستقبل سيشهد ديناميكية فعالة لتحقيق أهداف دول التجمع الذي تعتبر تشاد عضوا أساسيا فيه. لقاء الوزير بالوفدين الزائرين حضره مدير العام للوزارة ومدير التكامل الإفريقي بالوزارة. قدم اليوم بمدينة أم جرس حاضرة ولاية إنادي الشرق وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شارومة بيانا أعلن فيه الدخول الإداري للعام الدراسي 2020-2021. جزء من بيان الوزير. كما تتذكرون توقفت الأنشطة الدراسية في شهر مارس 2020 في جميع الأراضي الوطنية بعد ظهور جائحة كورونا، غير أن وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة في ظل تلك الظروف أنشأت لجنة علمية تربوية للتفاكر حول كيفية مواجهة وطرح البدائل التربوية الناجعة طبقا لتوجيهات مشير تشاد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الذي كان يترأس شخصيا لجنة إدارة الأزمة الصحية. وعلى الرغم من هذه الخصوصية أظهرت المجموعة التربوية تضامنا لافزا لإنقاذ العام الدراسي 2019-2020، وذلك من خلال استئناف الأنشطة التربوية لا سيما تنظيم التعليم عن بعد من خلال قنوات عدة كمنصات الرقمية والإذاعة والتلفزيون، وكذلك افتتاح الفصول في 25 يونيو 2020 ما أدى إلى تنظيم الامتحانات في مختلف المستويات. هذا الاستئناف جرى طبقا للضوابط وبناء على هذه التجربة علينا مواصلة الجهود كي نواصل تعليم أبنائنا في ظروف مثلى. أحس شركاء النظام التربوي الجديد مواصلة نفس الجهود التي تحلوا بها في العام الدراسي الماضي. السادة والسيدات، إن تاريخ 15 سبتمبر 2020 يشكل الدخول المدرسي الجديد، وإنها فترة تتيح للمدرسين اتخاذ التدابير الكفيلة لبداية العام والاحتياطات الصحية التي تفرضها علينا جائحة كورونا، وإن تاريخ 1 أكتوبر هو تاريخ دخول التلاميذ طبقا للجدول الدراسي للعام 2021. وبما أن الجائحة لم تنتهي بعد فإن علينا أخذ الحيطة والحذر، ولهذا نذكر بالإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الكوفيد 19، وهي احترام التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغسل الأيدي. وأود أن أتوجه إلى مسؤولي المدارس بضرورة عدم السماح بالتجمعات في ساحات المدارس والأنشطة الرياضية وحول بعض المواد الغذائية في المدارس. وننوه إلى أن البيان الكامل للوزير سيبث بعد النشرة. كما سنت الحكومة في الأيام القليلة الفائتة مبادرات وطنية من أجل تفعيل غرس الأشجار والعمل للاستعداد لدخول مدرسي وجامعي فاعل وجاد. ومن خلال هذا الموضوع أعد الزميل السمي حسن الحلو ورقة دعا فيها الفعاليات والجمعيات المدنية إلى تشمير السواعد لإنجاح هذه المبادرات. إن يوم السبت 12 سبتمبر ليس ككل الأيام، إذ إنه يوم تفرد بنفرة عارمة سميت بأيام المبادرات الوطنية. هذه النفرة قادها وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي باهيم ديبي، وبمعيته مدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية عزيز محمد صالح وعدد من أعضاء الحكومة. هذه النفرة تندرج كما أسلفنا في إطار المبادرات الوطنية المتعلقة بتنظيف ساحات المؤسسات التعليمية وسحب مياه الأمطار الراكدة وردم ساحاتها المنخفضة وغرس شتلات وشجيرات في هذه المؤسسات تأهبا لبداية دراسية وأكاديمية جادة وموفقة. إن نزول القيادات العليا في الدولة وبعض جمعيات المجتمع المدني في مثل هذه المبادرات تحسب سابقة إيجابية تنم عن تلاحم وطني بين هياكل الدولة ومكونات المجتمع الذي تمثله الجمعيات المدنية، لا سيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي اجتمع فيه وباء كوفيد 19 وفصل الخريف الذي جاء بماء منهمر
في جميع أنحاء البلاد. لا ريب إن هذه المبادرات ما زالت في بدايتها، وأن العام الدراسي والأكاديمي على الأبواب، فينبغي أن تستمر الجمعيات المدنية والشركات الوطنية والسلطات المحلية وتشمر عن سواعدها أكثر لإنجاح هذه المبادرات للإسهام بنشاط في تجهيز الفصول الدراسية وردم الساحات المغمورة بالمياه، أملا في إيجاد بيئة مدرسية وجامعية ملائمة للتعلم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتوجب أن تكون المبادرات الوطنية ممارسة وتصرفا يوميا في حياتنا، وينبغي أن نؤكد أن غرس الأشجار وتنظيف الشوارع العامة والمرافق الحكومية عمل نابع من ضمائرنا، ويجب ربطه أولا وآخرة بحب الوطن لا بأشياء أخرى. ومن هنا ندعو الجمعيات إلى تكثيف تدخلاتها في مثل هكذا أعمال، وأن تضع في مفكراتها أن الأعمال والمبادرات الوطنية لا تقدر بثمن ولا تحتاج إلى مظاهر، لأنها مرتبطة أصلا بحب الوطن. إذن في خاتمة القول، إن هذه المبادرات الوطنية التي جاءت بتعليمات محددة من قبل مشير تشاد إدريس ديبيدنو تستحق الثناء والإكبار، لأن لها علاقة وثيقة بالحفاظ على المحيط البيئي والدراسي والأكاديمي. وعليه نحيي هذه المبادرات وكل السلطات الحكومية وأفراد الجيش والمنظمات المدنية على هذه النفرة الوطنية التي نأمل أن تتواصل بشكل دائم للإسهام في رفع شأن هذا البلد الأبي، ونؤكد مقولة أن حب الوطن من الإيمان. ولمعرفة التجهيزات الأخيرة لتنظيم امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2020 التي ستجرى في 17 من الشهر الجاري، قام فريق من التلفزيون الوطني بتسليط الضوء على الترتيبات في مقر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا. محمود موسى الفيل أعد التقرير التالي. ستنظم جلسات امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2020 في تاريخ 17 من الشهر الجاري، والتي يجلس لها 19443 مترشحا ومترشحة من مختلف المساقات. يلاحظ أن كل الترتيبات اللازمة قد اتخذت لتنظيم الامتحانات في الوقت المحدد. قمنا بكل ما يلزم، يعني تم تعيين رؤساء المراكز المختلفة، وتم تقريبا الآن عندنا 45 مركز، من بينهم 13 مركز في مدينة جمينة، وتم إمداد بكل الوسائل اللازمة اللوجستية، كلهم يعني ذهبوا إلى مناطقهم، بعضهم وصلوا أماكنهم، وبعضهم الآن في الطريق سيصلوا إن شاء الله خلال اليوم. تجرى امتحانات الدور الثاني ب 45 مركزا في عدد من مدن البلاد، تم تجهيزها لإجراء الامتحانات بطريقة جيدة. فكل مترشح لابد يذهب ويشوف اسمه في أي مركز هو أول حاجة الموجود، ثم ثانيا يعني يحتفظ بنفس الرقم اللي كان امتحن بيه في المرحلة الأولى. كل واحد يعني خليه يكون مطمئن، لأنه ممكن إذا ذاكر كويس وكذا يعني يتجاوز المرحلة دي إن شاء الله، وأتمنى لهم ذلك، وأرجو منهم ألا يحملوا الهاتف الجوال معهم وألا يحاولوا الغش وكذا. إن ممتحني الدور الثاني لهذا العام سيجلسون يوما واحدا فقط لامتحان 3 مواد بالنسبة للامتحانات العامة، و4 مواد للامتحانات الفنية. ترأس اليوم المدير العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نصر بحر محمد إتنو مناسبة تسليم مفاتيح 8 سيارات إلى الوزارة القطاعية التي تعمل بالشراكة مع مشروع دعم اللاجئين وسكان مناطق الإيواء. جرت المناسبة بمقر المشروع. محمد حسن آدم وتفاصيل الخبر. بهدف تعزيز الأنشطة الميدانية وتقديم أفضل الخدمات للاجئين والنازحين بالمناطق الحدودية بالبلاد، جاءت مناسبة تسليم مفاتيح 8 سيارات رباعية الدفع، 5 منها إلى اللجنة الوطنية لإيواء ودمج اللاجئين التابعة لوزارة إدارة الأراضي، وسيارتان إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي، وسيارة أخرى قدمت إلى
وزارة المرأة وحماية الطفولة، وذلك من قبل مشروع دعم اللاجئين وسكان مناطق الإيواء باركا وبتمويل من البنك العالمي، حيث أكد منسق مشروع باركا جافي دودو بنجيلا بأن هذه السيارات ستسمح للقطاعات الوزارية المستفيدة بتنفيذ برامج المشروع لتقديم أفضل الخدمات للاجئين والسكان المحليين. المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نصر بهر محمد إتنو شكر البنك العالمي على تمويل المشاريع الإنمائية بالبلاد ودعم الحكومة لتنفيذ سياستها المتمثلة في استقبال وإيواء ودمج اللاجئين القادمين من دول الجوار، كما طلب من المستفيدين الاستخدام الأمثل لهذه المركبات، مضيفا بأن هذا الدعم اللوجستي يتطابق مع رؤية وتوجيهات مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يولي اهتماما بالغا بالقطاعات ذات الأولوية لتحقيق الرفاهية للمواطنين. نواصل تقديم هذه النشرة من الفضائية التشادية. انطلقت اليوم بجامعة جمينة أعمال الورشة المتعلقة بإقرار برامج تكوين مدارس الدكتوراه، كان ذلك بحضور رئيس الجامعة البروفيسور محمد صالح دوسة حجار. تقرير الطيب مدثر الطيب. تدعيما لمجالات البحث المختلفة وإتاحة الفرصة أمام الباحثين التشاديين للتسجيل في البحوث العلمية المتقدمة لمرحلة الدكتوراه، تأتي هذه الورشة التي تضم أكثر من خبير وباحث علمي وأستاذ جامعي للتفاكر حول مشروع علمي جديد ومتكامل لإقرار برنامج تكوين مدارس الدكتوراه بجامعة جمينة. نائب رئيس الجامعة المسؤول عن كليات البحث والدكتوراه أنغارغوجي غرستا قدم شكره لجميع الحضور، وقال إن هذه الورشة جاءت لإعداد واعتماد برنامج تكوين مدرسة الدكتوراه، وذلك استعدادا للأنشطة الأكاديمية المخطط لها، وأكد بأن هذا البرنامج سيكون بمثابة الدعم الفني لهذه المؤسسة. بدأنا من 2017 وانا بروسيدير انا اكول دكتوراه، وهسه جينا ريكروتي الطلاب كله، وهسه جو كتبوا كله، هسه لنبر اكتيفيتي دا نبر البلاكيت ان غروم فوق الالات قدر لي انتم يساعدهم يغرو في تيزا نمدا دابا سالم يغرو فوق وابرن فاليدي كمان خلاص نكونفوكي نادمي دي فورماسيون ابري فورماسيون كمان خلايا تقول سي تيزاغا ما ديريكتور دي ريشيرش. هذا وستشمل الأنشطة الأكاديمية والبحثية لمرحلة الدكتوراه في مجالات الآداب واللغويات والجغرافية والعلوم الإدارية والكيمياء والجيولوجيا وعلم الأحياء وصحة الإنسان، بالإضافة إلى علوم الأرض والفيزياء والعلوم الهندسية والرياضيات وعلوم الكمبيوتر والتقنيات. نظم مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل السويد ورشة تدريبية لصالح مسؤولي المدارس الصحية من المدرسين والمدربين الميدانيين لطلبة المدارس الصحية من الممرضين والقابلات، وذلك حول كيفية استخدام التوجيه في الميدان أثناء التدريب. افتتح الورشة مدير المدرسة الوطنية للموظفين الاجتماعيين والصحيين. تقرير خالد موسى الحاج. في إطار الجهود التي يبذلها الشركاء من أجل دعم الحكومة التشادية لمواجهة التحديات الصحية، تجيء هذه الورشة الخاصة بتدريب ورفع قدرات مسؤولي المدارس الصحية والمدربين الميدانيين لطلبة المدارس الصحية من الممرضين والقابلات حول كيفية استخدام أدوات التوجيه في الميدان أثناء التدريب. الورشة بإسهام مالي وفني من البنك الدولي عبر مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل السويد. وتنعكس أهمية الورشة في إكساب طلبة التمريض والقابلات المعارف والمكتسبات الضرورية في ظل تنوع الأدوات التي تتبعها المعاهد في تقييم التدريب. فاطمة محمد مالوم المكلفة بالبرنامج الصحي في مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل قالت إن المشروع وفي إطار أهدافه يسعى إلى تأهيل الكادر البشري في المجال الصحي، وذلك من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة بصحة الأم والإنجاب ووفيات الأمهات والأطفال.
مدير المدرسة الوطنية للموظفين الاجتماعيين والصحيين سعيد مكدومكي قال إن الحكومة على رأسها المشير إدريس ديبيتنو تولي اهتماما بصحة المواطنين، وأضاف أن هذه الورشة تتماشى مع السياسة الوطنية للصحة والتي ترمي بشكل أساسي إلى رفع قدرات الموظفين في المجال الصحي والاجتماعي من أجل تحسين الإنتاج الكمي والنوعي ولإدارة الموارد البشرية بما يسهم في تقديم علاج نوعي لجميع طبقات المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنه تشارك في الورشة 7 مدارس صحية عامة وخاصة، 4 منها من حواضر الولايات أبشة بلتن مندو وسار، وتستمر الورشة 5 أيام في دوغيا. تواصل شبكة البرلمانيين من أجل السكان والتنمية جولاتها التوعوية بمدينة منجلمي، حيث قام منسقها النائب البرلماني عيسى مردو جابر بتقديم معدات وكمامات لسكان بغية مكافحة والحد من انتشار كوفيد-19 في المنطقة. زميلة أميرة سعيد محمد والتفاصيل. بالرغم من أن جائحة كورونا لم تسجل أي حالة بمدينة منجلمي، إلا أن اتخاذ التدابير مهم جدا للوقاية من هذا الوباء. لذلك أطلق منسق شبكة البرلمانيين من أجل السكان والتنمية عيسى مردو جابر حملة توعوية لمكافحة كوفيد-19 بمدينة منجلمي، وقد شارك في الحملة قادة الرأي والسلطات الإدارية والتقليدية بهدف احترام إجراءات الوقاية من هذا الوباء. محافظ مقاطعة منجلمي أبكر أنجاي أشاد بالبادرة النبيلة التي قام بها النائب البرلماني بالمنطقة لمساعدة المواطنين من خلال حملات التوعية لمجابهة الوباء. من جانبه منسق شبكة البرلمانيين من أجل السكان والتنمية عيسى مردو جابر شكر مسؤولي صندوق الأمم المتحدة للسكان مشيدا بالدور الذي قاموا به في هذه الحملة. في حالة أن الكوفيد ده المرض ده وقايد شان ده في الهلالة لسه زرنام ده كله قلنا لهم المرض ده وقايد وخليه يحافظوا لنفسهم، عشان ده جبنا لهم الكيت الانترنام عن البروتكسيون ده عشان هم كله يحافظوا في نفسهم ويرسبكتي المزير البارير الحكومة طلبات منهم ده، عشان ده قلنا وإنهم فوقها وهم كله يعني فهموا. وأنا نشوف كده هم كله بيشولوا مسؤوليتهم وبوقوا الآخرين عشان المرض ده ما يجلهم. وقد زار النائب البرلماني عددا من الحارات والقرى بهدف إيصال رسالة الحملة التوعوية، كما قدم معدات وقائية تتمثل في الكمامات وأدوات النظافة. ثقافيا، عرض اليوم الكاتب الصحفي زكريا يحيى زكريا كتابه الجديد المعنون بتحديات الصحافة الورقية أمام الصحافة الإلكترونية، حيث يتألف الكتاب من 176 صفحة موزعة على 4 فصول. السيد عبد الله عيسى المستشار بوزارة الإعلام هو من رأس المناسبة ممثلا للوزير. تقرير عبد الله هارون. كتاب جديد يضاف في المكتبة التشادية بعنوان تحديات الصحافة الورقية أمام الصحافة الإلكترونية، يتكون من 176 صفحة موزع في 4 فصول، حيث افتتح مناسبة عرض الكتاب المستشار بوزارة الإعلام عبد الله عيسى محمد ممثلا للوزير، الذي تطرق إلى أهمية الصحافة الورقية وذكر بداية ظهورها في 50ات القرن الماضي. في مهنة المتاعب هنالك متاعب للصحافة الورقية، وهذه المتاعب تمثلت في الرسوم وأحيانا في الموارد البشرية وأحيانا من الجانب التسويق، لأن معظمنا لا يحوي القراءة، فهذا أدى إلى كثير من الصحف وبالذات العربية ظهرت ثم اختفت، ونتمنى لها ظهور مجددا. عقب ذلك تحدث عن قربي آدم صالح عن المبادرات التي جاء بها الكاتب وتسليط الضوء على الوسيلة المهمة بهدف تنظيم الإعلام الإلكتروني في تشاد، كما عرض الكاتب عمله متطرقا إلى الصعوبات التي واجهها أثناء البحث وجمع المعلومات. الحمد لله حاولت أن لا أقول 100%، لكن ممكن 90% من الإخوة الصحفيين اللي عندهم جرائد كلهم قابلتهم وساعدتهم، وكل الصور هذه موجودة الآن. بعد ذلك في الفصل الثالث تحدث عن الصحافة الإلكترونية، البريس الإلكترونيك متى بدأت
وكيف مشت وحتى وصلت إلى هذه المرحلة. مداخلات عدة من قبل الحاضرين تركزت جلها في دعم وتشجيع مثل هذه الجهود المضنية التي تساعد في عملية البحث العلمي وتزويد القراء بمجريات الأحداث. رياضيا، ترأس أمس وزير الشباب والرياضة رضوان محمد كريستيان الحفل الختامي للبطولة الوطنية لكرة القدم للناشئين، حيث توج فريق العباسية لمدينة أبشة بالبطولة بعد فوزه على فريق مدينة سار بهدف مقابل لا شيء. تقرير عباس بكر مصطفى. فريق العباسية الذي احتل الصدارة في مجموعته وفريق سار الذي احتل الصدارة هو الآخر في مجموعته يلتقيان على نجلة أكاديمية ميليزي في نهائي كأس الدوري الأول للشباب تحت السن 15، حيث كان المباراة هادئا ينتظر المشجعون الهجمات للتجاوب مع اللحظات المثيرة بالتصويبة والهجمات. ورغم المحاولات المتكررة لم يسفر الشوط الأول عن أي هدف، وفي الشوط الثاني عادت الأمور إلى مجاريها بالتوزيع الفني للكرة بين اللاعبين تكتيكيا، لا سيما لاعبي فريق أبشة العباسية، مما أتاح لهم الفرصة لتسجيل الهدف الأول بتمريرة حاسمة من قائد فريق أبشة، وحمل الهدف توقيع اللاعب يعقوب عبدالله. بعد الهدف لجأ العباسيون للدفاع للحفاظ على النتيجة، وبالمقابل حاول لاعبو سار بتعديل النتيجة عبر رعسية خطيرة، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك بل خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة والمحاولة الخطيرة بمراوغة العباسيين عبر قائد الفريق كاد أن يهز الشباك، ولكن باءت بالفشل، وانتهت المباراة بهذه النتيجة الأخيرة لتبقى النتيجة 1-0 لصالح العباسيين. وبعد ذلك شرع المسؤولون في توزيع الجوائز التقديرية، وكان من نصيب فريق أبشة أفضل لاعب في الدوري يعقوب عبدالله آدم، وهداف الدوري إبراهيم أبكر من سار. اليوم دا كومبيتيسيون دا جارا غاي ريبوندر اكزاكتومون في سوسي ودا وإن شاء الله بديبيو انا كومبيتيسيون ودا أكار كاترين فون فوار لو جور، وسورتو نيدنتيفيو فوكا تالان دول ال يريبريزونتي في اكيب ناسيونال انا تشات في دان 3 او 4 اني. وتتويج فريق أبشة بلقب الدوري الأول للناشئين تحت سن 15 عاما. بهذا الخبر الرياضي ننهي النشرة، أشكركم لكرم المتابعة ودمتم في أمان الله.